هل نهر النيل يؤثر في العلاقات والترابط بين شعبي البلدين؟ طبعا نقول مياه النيل يأتي من كينيا أو من أفريقيا الشرقي إلى مصر، عشان كده المياه النيل يعمل المرتبط يرتبط مصر وكينيا. كيف ترى العلاقة بين الكنيستين المصرية والكينية؟ الكنيسة في كينيا نقول في بروتستانتين وكاثوليكيين، هم الكثيرون هناك، والكنيسة في مصر هي كنيسة قبطية، لكن في النهاية هو الكنيسة كلنا نصلي في نفس الكلام. أقول لا يوجد فرق كبير بين كنيسة في كينيا وكنيسة في مصر. هل تحتاج الكنيستين إلى تعزيز العلاقات بينهما؟ يا طبعا لازم نعمل لكي يكون في علاقة بين الكنيسة في كينيا وكنيسة في مصر، عشان إيه؟ زي ما قلنا أولا في البداية المياه النيل يرتبط كينيا ومصر، ونحتاج ليس بس المياه النيل، نحتاج الكنيسة حتى الثقافة اقتصاد، نحن نريد أن نكون شيء واحد زي أفريقيا الناس أفريقيا. حضرتك درست الدين الإسلامي في روما، ما السبب الذي دفعك لدراسة الدين الإسلامي؟ أنا ولدت في المنطقة في مدينة نيروبي، وهناك كنا نعيش مع بعض مسلمين ومسيحيين، درسنا معا، كنا نلعب معا، لكن بعد انفجار السفارة الأمريكي في نيروبي ودار السلام بدأت مشاكل بين المسيحيين والمسلمين، وإحنا شباب كان صعب، الأمور كان صعب جدا لنا، لأن من هناك كان مستحيل أن نحن شباب مصريين مسيحيين نزور شباب مسلمين، كان صعب أن نلعب معا، وكان صعب، وبدأنا نسأل هل هي دين اللي إرهابيين، نقول هل هو دين الإسلام أو إيه؟ وبدأت من هناك أن أبحث ما هو دين الإسلام، كنت أيضا أعرف الفرق بين الإرهابيين ودين الإسلام، ومن هناك بدأت أن أدرس الإسلاميات لكي أرى وأعرف إسلام حقيقي وإسلام غير حقيقي.